اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي والنجوم. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو عجبك الفيديو ياريت لايك وكومنت. في هذا الفيديو اول رد من عمرو محمود ياسين على منتقد قرار والدته بخلع الحجاب، ماذا قال؟ حالة من الجدل القائم بسبب ظهور الفنانة المعتزلة الشهيرة بدون غطاء رأس، رغم حرصها في بعض المقابلات على تأكيدها أنها لم تتخلى عنه وما زالت تحتشم في ملابسها، لكن يرى البعض أن هناك تناقض بين أقوال الشهيرة وأفعالها، إذ كان آخر ظهور لها مع خبيرة الشعر المستعار إيمان يسري بدون حجاب أو غطاء للشعر، لكن قررت شهيرة أن تتجاهل كل ما أثير عنها والأقاويل حول تركها للحجاب أو أنها ما زالت متمسكة به. قابلت الانتقادات اللي توجهت لمدام شهيرة بعد خلع الحجاب. في ذات السياق رد الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين على الانتقادات التي واجهتها والدته الفنانة شهيرة بعد خلعها للحجاب. بصي، هي مش حكاية خلع حجاب، هي الوالدة لما بتنزل لابسة كاب. وقال عمرو في تصريحات تلفزيونية أن والدته عندما تخرج من المنزل تحرص على ارتداء كاب أو أي شيء على رأسها. لابسة حاجة على رأسها، أحيانا بعض الأماكن بتروحها بتكون عبارة عن سيدات بس، صديقة تاخد لها صورة. وأن الصور التي يتم تداولها تكون من جلسات خاصة مع الأصدقاء من السيدات. وأكد أن قرار خلع الحجاب هو قرارها وحدها. تنزل الصورة الحوارات دي كلها هي في النهاية هي حرة، هي لما اتحجبت ما حدش قال لها اتحجب، ولما تاخد أي قرار مختلف ما حدش هيقول لها اعملي، يعني ده حاجة تخصها في النهاية يعني. وأنها عندما ارتدته لم تأخذ رأي أحد، وهكذا الأمر عندما تقرر الاستغناء عنه. وأضاف عمرو محمود ياسين أنه يعكف حاليا على كتابة مسلسل الفنانة ياسمين عبد العزيز لرمضان المقبل بعنوان منحب تاني ليه، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي. واسمه منحب تاني ليه، وهو مسلسل رومانسي اجتماعي ان شاء الله، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه يعني. وتعاقد رجل الاعمال تامر مرسي رئيس الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مع شركه ار تي ميكرز يمثلها المنتج احمد عبد العاطي على تقديم الجزء الرابع من مسلسل نصيبي واسمتك بعد نجاح الاجزاء السابقه.